السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الكريم، وجعلنا الله وإياكم من العائدين عليه لا فاقدين ولا مفقودين. دعيت لأن أقف هذه الوقفة معكم، وتكون الكلمة تتعلق بالشهادة وروح الشهادة، ولكن وجدت أن المسألة صعبة جدا، باعتبار أن من يستطيع أن يتحدث عن الشهادة هم أهل الشهادة، وليس من السهل أن يقف إنسان يتحدث عن معنى عظيم جدا وربما لا يكون هو من أهل هذا المعنى. نعم، قد نتمنى وندعو ونقول وحجا في اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام و زيارة نبيك صلى الله عليه وآله وقتلا في سبيلك فوفق لنا، نقول هذا، لكن قد لا نكون من أهل هذا العطاء الكبير. وكنت أقرأ كتابا قبل سنين للشهيد مرتضى المطهري، فقد كتبه في حياته، ولكن اسم الكتاب فيما أعتقد أنه تم تسميته أو إطلاق عنوانه بعد استشهاده، فعنون بشهيد يتحدث عن شهيد. الشهيد يعرف معنى الشهادة، أما غير الشهيد ربما يتحدث ويلقلق لسانه ويكرر هذه قيمة هذا المعنى العالي، ولكن قد يكون ليس من أهل الشهادة. الشهادة لها معنى كبير في القرآن الكريم، ولها معنى كبير لدى الإنسانية حتى من لا يؤمن بالإسلام، لها مصطلح أو لها تفسير أو ترجمتها مارتير في اللغة الإنجليزية أو الفرنجية، وكل من يقدم نفسه من أجل معنى سام يحصل على أعظم تبجيل وتقدير من الأحياء الموجودين. أتذكر قبل كم سنة هناك مهاجر صومالي ذهب إلى إيطاليا، ولوجوده على الساحل أنقذ حياة طفل أو إنسان في الساحل، ولكنه فقد حياته، فقررت الحكومة الإيطالية منحه أعلى أو سمة الدولة، لأنه قدم حياته من أجل غيره، هذا معنى لأنه شهيد. الذين يقاتلون في القوات العسكرية في أي بلد في العالم بعد انتهاء الحرب وتجميع الأشلاء و الاحتفاء سواء كانت بالهزيمة أو النصر بهذه الأبدان والأشلاء يضعون عليها إكليلا من الزهور، ويأتي حتى رأس الدولة وينحني إجلالا وتقديرا، وما أن يزورهم أحد إلا أن يمروا على هذه الرفات الموجودة، لأن لها معنى كبيرا.
الشهادة لها معنى كبير في وجداننا نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ليس لأن القرآن فحسب أعطى للشهادة منزلة عليا، وإنما عمليا وممارسة، وليس مرة في العام وإنما بشكل يومي. نحن نعيش في قصور سيد الشهداء، أين نجتمع؟ في الحسينيات، نعزي، نخلف، نفرح، نعيش أتراحا، نلتقي، نناقش شؤوننا العامة في قصر من قصور سيد الشهداء، في كل قرية، في كل منطقة، في كل مدينة لدينا مسجد ومأتم. هذا المأتم نفديه بأوقاتنا، بأموالنا، بطاقاتنا، بثرواتنا. هناك من الأغنياء الذين أنعم الله عليهم بثروات طائلة يشعر بأنه لن يكون موفقا إلا إذا أشرك الحسين سلام الله عليه في ماله. هذه قيمة الشهيد. قد يكون مجتمع يقدس شهداءه، ولكننا من نقدس؟ نحن لدينا شهيد المحراب الإمام علي سلام الله عليه، وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأئمتنا الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم. ما يجعل من التصاقنا وتفاعلنا وتأثرنا وإيماننا وانشدادنا للشهادة بالتأكيد أكثر من أي مجتمع ديني أو إنساني أو بشري أو تجمع في أي مكان، لا يكون أكثر التصاقا منا بالشهادة. هذه الشهادة هي ليست اختيارية، هناك من يتمنى الشهادة إلى أن يلقى ربه ويمضي عليه عقود من الزمن، ربما يصل 100 و120 أو 190 عام أو 80 عام وهو في وطيس المواجهة ولكنه لا يرزقها. هذه وقتلا في سبيلك فوفق لنا، لأنه لا يستطيع أحد أن يشتري الشهادة. قيمتها في الإسلام لم تكن مقتصرة فقط على المواجهة بين الجيش أو الإنسان وعدوه، وإنما الإسلام لكونه حيويا ولكونه مربيا ولكونه منتجا ولكونه عمليا فاعلا جذابا يعيش في كل جنبة من جنبات الإنسان المسلم، جعل من الكاد على عياله إذا فقد حياته شهيدا، جعل الأم وهي تلد رضيعها أو طفلها في بطنها إذا فقدت حياتها شهيدة، جعل من المدافع عن عرضه، ليس في حرب وليس في مواجهة وليس في جيش وليس دفاعا عن الوطن كما هو من المدافع عن الوطن شهيد، حتى الذي يدافع عن عرضه أو ماله أو دينه فهو شهيد. إذن باب الشهادة واسع، وكأنما هي
عطية بلا حدود لمن فقد حياته من الله سبحانه وتعالى، وضعه في منزلة يتمناها كل من يعرف معنى الشهادة وإن لم يوفق إليها. تعطى هذه المنزلة أحيانا لأناس مغمورين لا نتوقع لهم إطلاقا أن يحوزوا على هذه النعمة. شكرا لله الذي جعلنا من أتباع أهل البيت عليهم السلام. المدرسة التي يكون فيها الشهيد مضحيا من أجل الإنسان والسلام والعدالة والأمن والاستقرار، ولم يجعلنا من مدرسة يكون من يسعى للشهادة أن يطمح لأن يتغذى أو يتعشى مع الرسول صلى الله عليه وآله بقتل صائمين مصلين عابدين أبرياء. هذه نعمة كبيرة، لأن ذلك يريد أن يقول أنا شهيد، وأنت تريد أن تقول أنا شهيد ولكن على طريقة أئمتك سلام الله عليهم. احمدوا الله على أنكم في درب حرم منه السواد الأعظم. نسأل الله أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، والسلام عليكم.